السلام عليكم. السوق واش قد درجة الناريو؟ السلام عليكم اخوتي. اليوم جيناكم ب تيسترايك تاع نيترو ياماها. نتوما كما كتشوفوا بالنسبه لهاد النيترو هادي الماكينه فيها 49، يعني ما فيها لا بيرمي لا تا لعبه. كما كتشوفوا الشكل تاعها وفيها واحد الصويط اللي هو زوين، يعني فيها شكل ما حنشه. كما كتشوفوا هذا الموتور هذا فيه الرادياتور، يعني الرادياتور كيبرد الموتور. انا هو انا لكن كيبان، يعني وكيكون فيه كيكون ليه الماء، الماء تاع الرادياتور يعني كيتحلى الكريناج كيتحلى الماء. كما كتشوفوا هذا هو الكونتور، وبالنسبه هذا هو كلاكسون، وهذا كوب كورون باش كتشعلو كطفيه، وهذو السينيالات. وبالنسبه لهنايا هو باش كتيماري، يعني التيمارور، وبلاصه الكونتاك كما كتشوفوا بلاصه ليسانس هو هنايا، وكاين الكوف، يعني هذا هو الكوف يمكن تحط فيه الكاسك. كما كتعرفوا النيترو يعني في المدينه زوينه واقتصاديه في ليسانس شويه. كما كتشوفوا فيها فرن تاع الزيت، يعني بالديسك. كما كتشوفوا الشكل تاعها فيها واحد المونتوسور، بلاصه المانيفير. وبالنسبه للقدام في فرن تاع الزيت. ودابا غادي نمشيو نجيبوا شي دوره، يعني شي دوره بهذا الموتور هذا، يعني نشوفوا البلان تاعو. يلا ليتس جو. غادي نمشيو هذا الموتور نيترو ياماها، يعني هو مزيان في المدينه. وبالنسبه للاسورانس تاعو دابا دايره 28000، وهو فيه بلاكه صغيره، وكما كتشوف انه مزيان في المدينه. بالنسبه للسرعه تاعو كتوصل حتى ل 90 كيلومتر في الساعه. وبالنسبه للسفر هو ماشي تاع السفر، هو تاع المدينه، يعني فيه تقلعه زوينه وفيه واحد الصويط اللي هو زوين، وهي خفيفة وأي واحد يمكن لها أنه يسوقها. وفيها فرنات زوينين، فرنات تاع الزيت. وبالنسبة للطورات خفيفة، وكما كتشوفوا هي يعني تتحكم فيها، والديزاين تاعها اللي هو زوين، الشكل تاعها اللي هو زوين.